سوف نقوم الآن بشرح شاشة بيانات الأصناف. عند الدخول إلى هذا الشرح التفصيلي، نحن قلنا أن المخزون قسم إلى المخزون السرعي قسم إلى مخزون مواد غذائية، ثم قسمنا المخزون إلى مجموعات. الآن قسمنا المجموعات إلى أصناف، هذه الأصناف هي التي سوف تظهر في شاشات إدارة المخازن والمشتريات والمبيعات، لأنها التي تتأثر مباشرة بالعمليات. الآن سوف نقوم بالدخول إلى شاشة بيانات الأصناف. يتم الدخول إليها من قائمة العمليات بيانات الأصناف. نلاحظ عندما نريد أن نضيف صنف جديد، مثلا الصنف الثاني، مثلا بر أسترالي، مواصفاته مثلا درجة أولى، القياس يعني وحدة الوزن أو الاستخدام كيس، العبوة كيس، حد الطلب هو ذلك الحد الذي يستلزم من الشركة أو من إدارة المشتريات أن تقوم بعملية الشراء، مثلا 100 كيس. الحد الأدنى يعني الحد الأدنى الواجب أن تكون متوفرة في المخازن مثلا 100 كيس، أعلى حد لا نزيد عن الفائض مثلا 600 كيس، التكلفة الأولية مثلا 8000 ريال، ثم نقوم بعملية الحفظ. نعدل فقط حد الطلب مثلا 150 كيس، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن نضيف الصنف الثاني مثلا بالضغط على F9 لإنزال المجموعات، مثلا مجموعات الدقيق. الصنف الأول 001 مثلا دقيق، البركة مواصفاته مثلا درجة ثانية، القياس طبعا كيس، العبوة حبة كيس، حتى الطلب إذا شئنا مثلا 30 كيس كمثال، أقل حد 20 كيس، أعلى حد مثلا 250 كيس، تكلفته مثلا 8150، ثم نقوم بعملية الحفظ. مثلا الصنف الثاني F9 مجموعة الدقيق 002 مثلا دقيق السنابل، مواصفات الدرجة أولى، القياس يعني الكيس كيس، العبوة طبعا كيس، حد الطلب إن وجد، إذا لم يكن إذا أردت أن لا تقوم بتحديد حد الطلب ليس ضروريا أو ليس إجباريا، كذلك الحد الأدنى والحد ليس إجباريا، مثلا 9000 ريال، ثم نقوم بعملية الحفظ. الآن سوف نقوم بإدخال مجموعة العصائر، مثلا مجموعة العصائر أول صنف منها مثلا عصير سيزر مانجو كرتون، القياس سعودي أو وحدة القياس كرتون، العبوة يعني الكرتون يحتوي على 24 حبة، حد الطلب مثلا 150 كرتون، أدنى حد ليس مهما، تكلفة الصنف مثلا 255، ثم نقوم بعمليات الحفظ. إذا أردنا أن نستعرض الأصناف التي تم إدخالها يتم الضغط على زر العرض ثم F9، سوف تظهر جميع الأصناف التي قمنا بإدخالها. إذا أردنا أن نقوم بطباعة الأصناف يتم دخول التقارير، المخزون، بيانات الأصناف، مثلا حسب الرقم، ثم مثلا كل المجموعات إذا شئنا، ثم نقوم بالطباعة. سوف تظهر المجموعات. إذا أردنا على أشكل كل الأصناف تظهر جميع إيش الأصناف بالوحدات، العبوة وسعر وحد الطلب. طبعا سوف نقوم باستعراض التقارير أن تنفذ عمليات على أساس الأصناف، الفواتير، المبيعات حسب الصنف، حسب المجموعات وهكذا. شكراً.